عندما يشب المرء أول أمر يحلم به هو النزول إلى المدينة. يعني بده يصير بالجامعة إجباري بده ينزل على بيروت. الأهل غرقوا بهمومهم وخلوا أولادهم كلهم ببيروت. مهما طال بقاؤهم في المدينة لابد ستناديهم جذورهم يوماً للعودة إليها. الحياة اللي أنا معود عليها تحت ببيروت بس بحس بتجه أكثر للضيعة. العودة إلى القرية أمر طبيعي. هو ببكي مش مصدق. خارج أسوار المدينة مش مصدق أن ولادي عمروا حد. في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية